قبل كده كتير ان الشغل الشاغل للحكومة في الفترة الأخيرة هو حل أزمة نقص العملة الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للدولار، وفعلا الحكومة بدأت تشتغل صح وتطلق مبادرات وأفكار خارج الصندوق علشان تحل أزمة الدولار وتوفر سيولة من النقد الأجنبي بعيدا عن المصادر التقليدية، يعني جنب السياحة وصادرات وقناة السويس. مؤخرا الحكومة وصلت لحل عبقري هيساهم في القضاء على أزمة نقص العملة، فيا ترى ايه الحل ده وممكن يدخل لمصر كام مليار دولار وايه فرص نجاحه واستمراره؟ بانكير نبض البنوك. مجلس الوزراء اعلن امبارح خبر في غاية الأهمية هيكون ليه دور كبير جدا في توفير سيولة دولارية لمصر هتمكنها من حل أزمة نقص العملة اللي بتعاني منها من مارس 2022 ولحد دلوقتي. الخبر بيقول إن الحكومة بتدرس طرح وحدات عقارية بالدولار للمصريين في الخارج أو الأجانب بالتعاون مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض بنفسه مبادرة مقترحة لتعزيز صادرات العقار باعتباره أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي. المبادرة هتشمل وحدات تابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، وهيتم تقديم عدد من المحفزات بتسهم في نجاح المبادرة، خصوصاً أن الحكومة بتعول كتير جداً على المبادرة دي في جمع حوالي 10 مليار دولار خلال الفترة اللي جاية، وده رقم لو اتحقق هيعمل طفرة في السيولة الدولارية، هيزود الاحتياطي النقدي لمصر، وهيساهم كمان في زيادة المعروض من العملة الأجنبية. وكلنا عارفين أن الدولار بقى سلعة زي كتير من السلع، لما بيزيد المعروض السعر بيقل والعكس صحيح، لما بيقل المعروض زي ما حاصل دلوقتي سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء بيوصل لمستويات تاريخية. وإلى جانب توفير سيولة دولارية ضخمة، المبادرة دي هيكون ليها تأثير كبير جدا على جوانب اقتصادية تانية، ومن المتوقع ده هتحقق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وهتساهم كمان في سرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، خصوصا أن العقارات في مصر وتحديدا في مناطق زي الساحل الشمالي والعلمين والعاصمة الإدارية وبعض المشروعات في شرق وغرب القاهرة بتحظى بإقبال كبير جدا من العرب والمصريين المقيمين في الخارج اللي بيدوروا على مستوى رفاهية كبير في السكن. وعلشان تعرف أهمية مبادرة زي دي كفاية تعرف أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم بيتم فيه تداول 300 مليار دولار سنوياً، نصهم صناديق عقارية والنص التاني أفراد أو صغار مستثمرين. تخيل 300 مليار دولار سنوياً، مصر ما كانتش طول السنين اللي فاتت بتحاول تحصل على أي حصة منهم، وعلشان كده متوقع بشكل كبير أن مبادرة تصدير العقار تشهد إقبال منقطع النظير، خصوصاً كمان أن في البداية هيكون فيه تسهيلات كبيرة جداً وحوافز المستثمرين الراغبين في المشاركة في المبادرة. أنا أشرف أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.